البرمائي يجب أن يذكى، وكذلك حيوانات البر المباحة يجب أن تذكى، وذلك بقطع الحلقوم والمريء والوديجين. وأما الحيوانات البرمائية فكذلك يجب أن تذكى إلا الذي لا دم له سائل، لأن التذكية المراد منها إخراج الدم السائل حتى لا يتجمع في بدن الحيوان فيكون مضرا. إلا السرطان، فالسرطان من الحيوانات البرمائية فلا يذكى، لا تلزم تذكيته، فلو وجد ميتا فإنه يؤكل ما لم يمتن، لأنه لا دم له سائل.